Está bem, Aldo? Está bem? Está bem? Mãe. Pode, mãe. Esa que el dado. طيب لو الابر دنشر طلع لقدام ايه الحاجات
او طلعت السكوب بتاعي او لو عملت كفر للماكسيلري تيوب راس خلاص. طب ايه اللي هيمنع الباكورد موفمنت بتاع اللور تنشن؟ لو انا عملت كفر للريتوبولر باد برضه السنان اللي موجوده انتيريور او بوستيريور للتنشن اريا والبروكسيمال فيلد. بالتالي نتكلم على الفانكشن بتاعي دي الحاجات او الكونفورت بتاعتي بيزك وستابلايزيشن وريسيبروكيشن. الجايدنج فيز البريكنج داون اور الريسيبروكا باي بار لينجوال بليت الريست والتنشن بيز اللي احنا قلنا التنشن بيز لما يبقى ايه الفكره الفيرتيكال وول بتاعه. طب الريست اي نوع من الريست ممكن يعمل لي ستابلتي وريسيبروكي ابريزي ولا. اوكي دي اول حاجه. تاني حاجه هتبتدي بالكومبوننت
هنبتدي باول كومبوننت ايه يا دكاتره؟ الدنشر بيز. حاجه فري اند سادل، يبقى اول حاجه هتكون في الدنشر بيز اللي هي كومبايند دنشر بيز، عشان ده فري اند سادل هيحصل بون بروكشن، فانا محتاجه فيوتشر رايت او ريبيرنج او اي حاجه من الحاجات دي. خلاص؟ لازم اخد الدنشر بيز ده اندر فاكشن، يعني انا بعمل كومبريشن اضغط عشان اعمل كومبريشن للجلوكوزا عشان الدنشر بيز ده يبقى فيه ايه؟ ماكسيمم كفر. لازم الدنشر بيز ده يبقى فيه ماكسيمم كفرج. ليه يا دكاتره ماكسيمم كفرج ده؟ عشان يديني ايه؟ سكور جود بريفرنس فيه والفيتنج عشان الريتنش. ماكسيمم كفرج عشان يديني سكور عشان ازود الاريا واقلل الفورس بير يونت ايه؟ اريا. خلاص؟ طيب وابتدي اقول ان التنشر بيز ده ايه؟ لايك الفلانج بتاعت الفيرتيكال فين هيديني ستابيليتي. خلاص؟ وهيديني بريسنج. وكمان اهم حاجه في الفانكشن بتاع التنشر بيز اللي هختارها ايه يا دكاتره؟ لا ها؟ كارينج ذا ارتفيشال تيس هو اللي بينفذ الارتفيشال تيس. ده من الفانكشن بتاعي. انا هبتدي اتكلم على الدنشر بيز واقول الفانكشن بتاعته ايه وشكله ايه واللوكيشن بتاعته ان هو في الدنشر بيز. والله جالك شورت باوند بتاعته هتطلع ممكن استخدم منها. لكن ما حدش مثلا يجيله شورت باوند بتاعته في الانتيريور ريجن ويقول لك هستخدم منها ما عنديش شورت. طب وفين الاساتيك بوينت اوف فيو بتاعك؟ شكل العين يبقى شكله ايه؟ يبقى ده الدنشر بيز اللي هستخدمه في تاني كومبوننت اتكلم عليه هي الارتفيشال تيس. والله لو انا عندي اوكروزنج ناتشورال تيس استخدم الارتفيشال تيس دي ممكن تكون اكريليك او فورس واشوف السترونج او المصل بتاعتي او السنان اللي اوكروزنج ايه. لو عندي فيكس بريدج فورس استخدم الارتفيشال تيس. فورس نيفر يا دكاتره ان انا استخدم اكريليك اوبوزنج الفورسنج لان هيحصلوا بيهم في البون ريدكشن وده اوكي؟ طيب يبقى اول حاجه ابتدي اشتغل الماكينه بتاعت الارتفيشال. تالت حاجه لازم الارتفيشال تيز الاوكلوز تيبل بتاعها يبقى صغير. ليه يا دكاتره؟ عشان اقلل اللود، اقلل الاوكلوز اللود اللي يعني بمعنى ان انا بصغر الاسنان باكولينجولي او نزل ديستا تبقى صغيره. لو عندي مثلا سبيسز ان انا احط في الفري اند اربع او خمس سنان انا ممكن احط ثلاثه يكون احسن لي والثلاثه دول يكونوا صغيرين على الكريست اوف ذا ريدج عشان ادي ستابيلتي للدنشر والعيان يد. نعم. طب المصادر السنان ده كده مش هيأثر في الاوكلوجن؟ لا لا مش هيأثر في الاوكلوجن. لازم تعمل بقى الاوكلوجن بتاعتك انت برضو بتبقى بين حاجتين انت برضو تبقى اكوميديت السنان خلاص الناتشورال وفي نفس الوقت تصغرها على قد ما تقدر. لكن انا والله لو انا عندي اوبوزنج سنان ولازم ان انا اضطر اطول عدد السنان اطولها طبعا علشان ما يبقاش ما يحصلش سوبر ايربشنز لل ايه؟ لا مش هتسمع سوبر. اوكي؟ طيب تاني حاجه الدكاتره لازم السنان تتحط على الكريست اوف ذا ريتش ولازم يكون فيها كاتنج افشنسي عاليه علشان دي اوبوزيت ناتشورال تيز فيها كاست الفصه وكل الحاجات دي فيقدر ان العيان تو ماستيكيت كويس. وفي نفس الوقت ان انا احطها تو كونسايد مع السنتر او الاكس مكتوب الفاستيشن بتاعت العيان. تالت حاجه ابتدي افكر فيها هي البروكسيمال ولازم نفرق بين حاجتين. الحاجه اسمها بروكسيمال بليت و guiding plane أو proximal plane. guiding plane ده اللي أنا بعمله preparation أو proximal plane ده أنا بعمل preparation في proximal surface of the tooth to guide the disease إن هو يدخل عندها أو يدخل. أوكي؟ اسمها إيه؟ guiding plane أو proximal plane. أما إيه proximal plane؟ هو الـ component اللي من الـ partial tension contacting the guiding plane. بروكسيمال بلين هو الكومبوننت اللي من البارشال دنشن كونتاكتد الجايدنج بلين. وقلنا طول عمرنا ان البروكسيمال بلين ده بيبقى موجود على البروكسيمال سيرفيس بتاعت التوت وبيبقى واخد حته من لينجول عشان يعمل لي بريس. ليه انا قلت لكم كده؟ لان الحالات الباوند سادل
بعض السلل البروكسيمال بليت ده البروكسيمال بليت في اي حاجه بتبقى منزله بعض كده في الارض في منه في حالات البعض السلل لازم البروكسيمال بليت يبقى كونتاكت البروكسيمال بليت بليت عشان يعمل لي فريكشنال ريتاكشن ويرجع يتكلم او يستبدل اوكي لكن في حالات البري اند سلل مش دعوه لا انا عايز
رايت الجلد الماضي. طيب عشان لو حصل اي اوكلوز فورسز هيعمل ايه؟ تروماتايزيشن للجلد. طيب في حاله زي كده اللي بتحصل من ايه السيرفي لاين بتاعي واطي بالمصدر ده، هل في حل؟ نيجو لابروش كونتينوس. افرض ان انا معنش، هل في حل ان انا اعلي السيرفي لاين بتاعي فوق شويه؟ ممكن اعمل ريكونتور، يعني انا لو عملت بريباريشن من هنا كده خلاص ممكن اعلي السيرفي لاين بتاعي، وانا عملت كريشن للاندر وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. يعني ايه ريكونتور؟ بيقول لك ان اي كومبوننت اللي في البارشل تيشن بتبقى كل انا بعاد عن بعض اتليست 5 مللي. ايه هو التركيب كونتوري؟ ان انا بعمل كونتورنج او بعمل موديفيكيشن في الناتشرال تيس. ليه؟ علشان اعمل كوبر بليسمنت اند فانكشن بتاع البارشل تيشن. ايه الحاجات اللي بعمل فيها ري كونتورنج؟ لو انا عايزه اعمل امبروبر، لو انا عندي امبروبر سيرفي لاين فوق قوي او تحت قوي هعمل بريباريشن بحيث ان انا اعليه او اوطيه. اوكي، لو انا ما عنديش بريباريت، ما عنديش اكتر كات خالص في السنان، بعمل حفره في السنان اسمها زابلين، فده بعمل فيها بريباريشن فيها. اوكي، لو انا عندي اي اوكلوز ديستربنس في الانسايد او اوكلوز سيرفيس اوف ذا تيث طالع فوق الاوكلوز بين، ممكن اعمل كونتور في الاوكلوز سيرفيس بحيث ان انا اضبط السنان. بعملها بالستون عادي خالص. اوكي، وبضبط السيرفيلا. نبتدي بقى نتدرب على انتظار الجروب اللي جاي النهارده ده. اول حاجه البحث ده كده ايه؟ انا هنمشي كده. اول واحد البحث ايه؟ كلاس 1. What is the main problem of the class 1؟ ما هو فري ام سادل بقى، واتس ذا مين بروبلم فري ام سادل؟ سبورت. خلاص طيب هيبقى سبورت. انت بقى يا اللي جنبك اول سؤال، قول لي اي كومبوننت عايز تبتدي بيه. دنشر بيت، ها هتستخدم ايه نوع الدنشر؟ هتستخدم دنشر بيت فين؟ فين؟ في الايدنشرز اريا. ها نوعها هيبقى كومباين، وهتبقى شكلها ايه؟ يعني عامله ماكسيمم كفرج فيتنج. خلاص طيب ايه الفانكشن بتاعت الدنشر بيزيا ده؟ اول فانكشن الدنشر بيزيا ريتنشن سبورت وريتنشن والفيرتيكال رول بتاعها تعملي بريسي. واهم حاجه هتعملي ايه؟ كارت الروتيشن بيز. بكلمك على الدنشر بيزيا قولي الاربع حاجات دول. اوكي طيب يلا يا دكتور قول بقى كومبوننت تاني. يلا يلا ايوه انت اللي وراك. ايه؟ اول حاجه تبتدي بيها كده الريست. اوكي طيب هتحط كام ريست في الحاله دي؟ ثلاثه، ولو قال اربعه ما فيهاش مشكله عادي خالص. اوكي طيب فين مكانهم الثلاثة دول؟ على فوق. على المراسلين اللي هم ايه بقى؟ 4 و5، 4 من ناحية و5 من ناحية، ده اللي قبطنا، خلاص؟ طيب فين بقى؟ على الميديان ولا الديستال؟ يعني نير تو ذا سادل ولا اوين من السادل؟ اوين من السادل عشان امنع التورك على السن. طب وفين الثالث؟ على انهي كمان؟ هنحطه على انهي كمان يا جماعه؟ ليه؟ عشان ابعد من الفترة اللاين، واللي هنحطه على الكمان ده هيعمل لك فانكشن ايه؟ هيدي انت عمال تقول له كل حاجه، هيدي الدايركت ريتنشن، هيديني الدايركت ريتنشن. خلاص طيب شكله ايه بقى الريست اللي انت هتحطه؟ انا هعمل مش هتعمل اوكسيلري. شكله ايه الريست؟ على 4 و5 هتحط ريست اسمه ايه؟ يبقى هنقول اوكلوزن ريست. اوكي طيب وعلى الكمان هتحط
ستين جرام ريست. لو لور كناين لور كناين ليه؟ طيب قولي يا دكتورة الفاكشن بتاع الريست ده ايه؟ سبورت اللي على المين اباطن واللي على الكناين الدايل بتتجيب. اما تنسوش حاجة مش هنقطع حاجة في الايه؟ في الديزاين. طيب يلا عملي بقى هنحط ده خلاص ثلاثة كلاس هتحط كلاس التالت فيه هنحط اثنين ما عنديش مكان احط تالت احط التالت فيه ايه ها نوع ايه كلاس بوت على ايه الاول على الفور والفايف نوع ايه ريجيد ولا ستريس بريكنج اكشن كلاس نحط على الفور والفايل اكشن كلاس ايه نوع اللي هتستعمليه هتستعمل ار والفايل والفايل والكناين دي بقى تتكلمي كل كنترول في الار اي ده يعني ايه كناين ار والفايل هنا بي ولا لا بي برافو جدا كناين ار والفايل ار هو الار بره يديني ريد خلاص طيب يلا نتكلم بقى الكومبوننت دلوقتي فقلنا فيتشر مين ريسك والاندايركت فيتشر قلناها وين والكلاس هنتكلم على الارتفيشال كيس هنتكلم على انواع الارتفيشال كيس سمول يوزر كيس نحطها على الكريست افريج وبعدين الكومبوننت الناقص ميجر كونكتور ميجر كونكتور الميجر كونكتور هتستخدم ايه هنا لو لقيت ان الريتنشن عندك قليل لا هستخدم ميجر كونكتور او لو لقيت عندي سبورت قليل هبتدي استخدم ميجر كونكتور اعمل سبورت اشوف الريتنشن ايه بتاعتي فين خلاص عايز استخدم ايه ابغى انتيريور هل احنا لما خدنا ميجر كونكتور قلنا اول حاجه الانتيريور بس او التصوير بس ولو عايزه ريجيديتي عاليه سبورت لازم يبقى لا تو لايك يا تو طيب يبقى عندي تفاصيل فرق البار او فرق الاستراكت فرق البار او النموش ماينر كونكتور الباينر كونكتور نقول ان الباينر كونكتور ده كونكت كل الكومبوننت بتاع ده مثلا الديزاين اللي معمول اوكي هو حب يحط الاندايركت ريتنشن تاني على الكران مفيش مشكله خالص مفيش مشكله خالص يلا يا كلاس ايه زي اي فري انسر بنبقى سبورت وايه تاني بقى كلاس 2 بقى يزيد شويه عن كلاس 1 ان هو الريتنشن تخيل انا ممكن ان هو يوني لاترال على ناحيه واحده هل ينفع ان انا امسك الفينشر كله بالكلاس على الناحيه دي بس مستحيل عشان كده لازم اعمل حاجه اسمها ايه ستابلايزيشن عشان ازود الريتنشن بتاعتي خلاص طيب رياب اول كومبوننت بتستعمل ايه الميجر كونكت بتستخدمي ايه خطر ولا لور كتير جدا في الامتحان وابقى كتبانه كده قطر مش عارفه نسيت ايه يبقى قايل لي ايه جوه ركز في الامتحان هو أبر ولا لو؟ ها؟ شوية تستخدمي مثلا ليك والبار ولا ليك والبيت ولا مثلا سيك للعين جيه تحبه ولا ليك والبار على 3 اند هنا تقديمي ايه على 5
Combination with design of the material stress breaking action block or the gingerly approaching block stress breaking action. RPI, RPA, back action or back action stress breaking action. The legend itself does the حاجات كلها Gracias.
صح يلا يا دكتور ايوه الرابعه ايه كلاس بقى هستخدم كم كلاس ثلاثة كله موافق اه اوكي على الفور ده تستخدم ايه ار بي اي برافو عليك وعلى الفور الثانيه ممكن اجر وممكن ار بي اي بس احنا برضو نفكر في دماغنا شويه لو حطيت ار بي اي من ناحيه حط الناحيه الثانيه برضو نفس الكلاس تاني حاجه ان ده في الاستاتيك زون العيان ضحك انا مش عايزه الايكر يبقى من فوق يبقى عندي ار بي اي الاف باين معايا ده طيب وعلى الكولر في الاخر ده الايزوليت احط ايه ريم ولو حد قال لي ايكر مش هقول له لا خلاص ده عندك اوبشن الوايفر ما تطلبش حاجه ما تقوليش مثلا ار بي اي كلاس خلاص او كومبايشن كلاس حط لي اي حاجه انت عايزها اوكي طيب الميجر كولكتر هيبقى لينجوال بار اوكي وخلاص فاضل لنا ايه ارتفيشال تيتش وماينر هانتر علشان بس هتبقى فين؟ لا الكلاس بقى يبقى فين؟ كلاس هنا ممكن تحط رينج او سبيكر هنا ممكن تحط ار بي اي خلاص او روت واير كلاس وحاجه اسمها كومباينيشن مثلا هنا تطلع بريس وبريس ار كلاس وروت واير من الريتنت بار ده كومباينيشن كلاس ار بي اي اي كلاس من انت عايزه اوكي دوت بعدين كروس الليك لاين والايدنشن اريا نعتبر البوزيشن بتاعه ده اكنه فري اند سيرفر شويه
فبستعمله برضه في لبس الاطراف والستريس بريكنج اكشن. يعني ما ينفعش ابدا في حاله زي كده محطه انتر على الايه؟ على الفي بول. هنحط الكلام ده واحد اثنين ثلاثه. ده لو حاله بلس 3 مودفيكيشن 1 اهو. Awesome.